السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هاد التوارقة ديال الإخوان اللي هي 2013 السيد جابها لنا لأن تخلطين مع الزيت. كيفاش عرفها هو؟ بلي لقى عنده الزيت كتنقص كتشعليه في طابلو بلي الزيت ناقصة، وفاش جاي فيريفي قلب الماء قلب هادي جا عند الماء شاف الماء لقى الكولور ديالو في واحد الكولور مغاير. كيف ما كتشوفوا هذا الكولور هذا هو اونتيجي الحمر ولكن مخلط بواحد الماده اللي هي الزيت. وندخلوا في الموضوع مزيان وحلوا معايا ودنيكم مزيان الاخوان. ما فهمتيش عاود الفيديو من الاول. كيفاش تحل هذا الفريجيدير هذه ديال التوارق موتور في 6؟ كتحيد هذا الكوليكتور ديال لادميسو، كتحيد بعد هذا الشيء اللي فوق منه، شي كامل هذا الشيء كامل تتحيدو، هذا الشيء كامل اللي فوق منه كتحيدو، كتحيدو هاد التيوات هادو، واحد الفيكسيبل ديال المازوت من هنا حتى لهنايا، وكتحيد هذا الكوليكتور هذا شادينو شي فيسات في الجناب كتحيدو، كتخرج لو جي ار، كتخرج لو جي ار. ونوريكم التصويره ديالو قداش، لاننا حنا حلينا مونطينا صافي سالينا. كتلقى واحد لو جي ار هو كيداير حتى هو، كتحيدوه فيه اربعه ديال البولونات تتحيدهم، تتخرج في الفريجيديرا، تتخرج في الفريجيديرا كيف ما كتشوفها. وديك الفريجيديرا الاخوان نصحكم ملي تبدلوها، ملي تبدلوها بدو معاها حتى السيبور ديالها كيف ما كتشوف معايا هنا. هذه هي الفريجيديرا، الرادياتور، الشونجور، هذه هي السيبور ديالها. راه كتموت فيهم بزاف، شو كيديرها بلا كورشو، كتموت فيهم بزاف لان جات عندنا واحد التوارق قبل هاد الفلاسكه هذه ديال الفريجيديرا لقيناها ميته فيها، كانت كتسيل ليه الماء هنايا. هادشي اللي كاين الاخوان. باش تعرفوا واحد الحاجة نأكد عليها مزيان باش ديما تركزوا فيها، ان هاد الماطر جداد، هاد الشيء الجديد راه كاين تقريبا من 2005 هكذاك، راه كتلقى فيهم التحديث هذا، كتلقى فيهم التحديث هذا، لان لابواط ديال الترونسميسيون كتلقى فيها زيت لابواط كتبرد حتى هي بالماء، تتلقى حتى هي عندها فريجيديرا، اولا كتلقاها مع الرادياتور، الرادياتور ديال الماء كتلقاها هنايا، كتلقى واحد الجعبه بحال ما هذا الشكل هذا داخله من وسط الرادياتور، ودايز فيها الزيت ديال لابواط كتبرد، وفي نفس الوقت كترجع لابواط وكتعاود ترجع عاوتاني. وكاين اللي كتكون عندها سيبار كتكون بوحدها بحال ما هادي دابا، داكشي باش تاكدنا بلي راه ماشي زيت لابواط هادي اللي تخلطات لنا مع الماء، لان الكولور ديالها كيف ما كتشوفوا كولور بحال غادا الحمراء، بحال غادا الحمراء بحال زيت لابواط، فهمتوني؟ ولكن هنا فاش جينا حللنا لقينا بلي راه لونتيجين عنده حمر وعنده زيت جديده. المهم لقينا الرادياتور بوحدها كيف ما كتشوفوا، هي ديال الرادياتور غادا تا القنت بوحدها، عندها رادياتور تقريبا بحال انتركولر، بحال ديال الرادياتور، بحال الرادياتور ديال تيربو قدك في السم. هادشي اللي غنقول لكم الاخوان نصحكم بها، ديما ديما راه تحلات شي كامل عرفتي شحال ديال الخدمه، وتصدق تلقى الفريجيديرا ديال لابواط ولا شي حاجه خارجه لك من الجنب، راه مشكل هذاك. كندوي بصفه عامه، راه الطوموبيلات كاملين فاش كتخلط الماء مع الزيت راه كتعرف بلي عندك الفريجيديرا، الفريجيديرا ديال الزيت لابواط اولا ديال الموتور. قلب شوف واش لابواط فيها فريجيديرا، ما فيهاش صافي مليار في المية ديال الموتور. ونقول لكم واحد الحاجه باش ما تمشيش عاوتاني غير فريجيديرا ديريكت تمشي ليها، لا راه بعض المرات كيكون تجوان كيلاط كيعواج ولا داك ديكريبا ولا شي حاجه كيبقى دوز الزيت عند الماء. ديما الزيت هي اللي كتمشي عند الماء الاخوان، ديما ماشي على قضيه خفيفه ولا شي حاجه، على قضيه ان البريسيون ديال الماء ديال الزيت راه عاليه، داكشي باش ديما كتهجم على الماء، ديما كتدخل كتلقى شي منفذ كتهجم على الماء، ديما كتلقى ان الزيت راه هي اللي كتمشي عند الماء. هذا تحليل عاوتاني، هذا منطقي. ديما الاخوان تاكد مزيان، شوف جنابك مزيان، شوف هادي شوف هادي شوف هادي، عاد هجم على داكشي اللي بغيتي. هادشي اللي كاين الاخوان، نتمنى ان هذا الفيديو عجبكم، نتمنى انكم تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والله يسخر لكم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.